ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو عايزين نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ايه الزمن اللي عندنا بقى النهارده؟ الزمن اللي عندنا هو زمن ال present perfect tense، اللي هو زمن المضارع التام. ايه ده؟ ازاي ميس مضارع وازاي تام؟ مضارع يعني حاجه بتحصل حالا، طب تام معناه حاجه تمت خلاص، حاجه خلصت. ازاي بقى حاجه بتحصل وفي نفس الوقت حاجه خلصت؟ ايه اللخبطه دي؟ انتوا هتلخبطونا ولا ايه؟ لا، زمن المضارع التام معناها ان هي ولا حاجة دلوقتي ولا حاجة ده تمت من فترة، امال ايه؟ حاجة لسه خلصها حالا. لما تكون الحاجة دي انا لسه مخلصاها فبسميه كده بزمن ال present perfect. زمن ال present perfect بنطلق عليه كده كلمة لسه، حاجة لسه عاملينها حالا. لما اقول انا لسه اكلة، انا لسه شاربة، تمام؟ كلمة لسه دي ولا منه الحاجة دي حصلت من مدة اقول عليها ماضي، ولا منها الحاجة دي بتحصل دلوقتي، تمام؟ فبضطر ان انا اقول عليها كده زمن اسمه ال present perfect tense. طب احنا اتفقنا ان اي تنس كده هنبدا ان احنا نقول عليه نتكلم فيه بخمس حاجات. اول حاجه الفورم، تاني حاجه اليوزج، تالت حاجه الكي ووردز اللي بتميزه، رابع حاجه هنتكلم عليه الهيلبنج فيرب المهم جدا اللي بيميز كل تنس، وخامس حاجه الباسيف. طيب عايزين طب نعرف الفورم بتاع البريزنت بيرفكت ايه؟ ايه التكوين بتاعه؟ والله التكوين بتاعه بنبدا بالسبجكت. ايه السبجكت ده؟ السبجكت ده اللي هو الفاعل، وبعدين بحط من عندي هاف او هاز، وهما دول الهيلبنج فيرب بتاع البريزنت بيرفكت. بحط ايه؟ بحط هاف يا اما احط هاز، والفيرب اللي هيجي بعديهم هيكون في زمن الباست بارتيسيبل. يعني ايه في زمن الباست؟ في التصريف الثالث للفعل. التصريف الثالث للفعل هو الباست بارتيسيبل. مش احنا كنا دايما نقول ان احنا عندنا ثلاث تصريفات؟ التصريف الاول اللي هو زمن المضارع، التصريف الثاني اللي هو كان نعتبره ماضي، التصريف الثالث بقى بنستخدمه فين؟ بنستخدمه هنا اللي هو التصريف الثالث اللي هو الباست بارتيسيبل، او بنسميه البي بي. البي بي دوت زمن ايه؟ زمن البريزنت بيرفكت. البي بي زمن بريزنت بيرفكت، تمام كده؟ طيب اهم حاجه بتكون ايه؟ من هاف وهاز والتصريف الثالث للفعل. هاف وهاز والتصريف الثالث للفعل، تمام؟ ده كده الفورم بتاعه. طب اليوزج بقى التكوين الاستخدام بتاعه انا بستخدمه في ايه؟ انت لسه قايله يا ميس ان احنا قايلين لما اقول لسه الحاجه دي لسه خالصه دلوقتي، انا لسه عامل الهوم ورك دلوقتي، انا لسه شارب دلوقتي، انا لسه واكل دلوقتي. فكلمه لسه بتدل على زمن البريزنت بيرفكت. طب كمان لما ابدا ان انا اقول حدث حصل في الماضي بس الحدث دوت لسه مستمر لغايه دلوقتي، ازاي يعني؟ يعني انا مثلا لما اقول كده جمله اهي، مثلا he has played tennis. he has played tennis. هي او سوري هو لعب تنس. الحاجه دي بتدل على ايه؟ ان هو كان بيلعب تنس ولغايه دلوقتي مستمر ان هو بيلعب تنس. عرفت منين؟ والله في هاز والفيرب هنا في البي بي، يبقى ده كده تصريف، ده كده زمن البريزنت بيرفكت، واللي كان بيدل على ايه؟ ان الحاجه دي حصلت ولغايه دلوقتي لسه مستمره، كنت بلعب ولغايه دلوقتي انا مستمر في اللعب، تمام؟ طب ايه الاستخدام التاني؟ ايه بقى الاستخدامات؟ ان حدث خلاص حدث حصل في الماضي عامه ومش هحدد له زمن. يعني ايه مش هحدد له زمن؟ يعني هنا مثلا انا قلت ايه؟ they have made a cake. they have made a cake، وما قلتش الوقت امتى. انا ما حطيتش وقت ولا حطيت اي حاجه، ما دام ما حطيتش زمن ما حددتش بزمن، يبقى انا هستخدم present perfect. طب انا لو جيت كده مثلا كتبت هنا كلمه yesterday، yesterday كانت كلمه من كلمات الباست سيمبل، صح ولا لا؟ ينفع بقى احط هاف او هاز؟ لا، مش هينفع احط هاف او هاز ما دام ما حددتش زمن. قلت yesterday، قلت last ago، in the past once، this morning، اي كلمات من كلمات الباست كده، لا، يبقى انا كده هخلي الجمله بتاعتي في الباست، يبقى مش هخليها زي هاف ميد ا كيك. لو عايزه احط يسترداي امال هعمل ايه؟ هقول زي ميد ا كيك على طول واحط يسترداي، مش هحط بقى هاف او هاز، لان هاف او هاز بتنزل بزمن البريزنت بيرفكت تنس بس، تمام؟ طيب نفس الكلام لو عايزه شيء، لو عايزه احط هنا برضو يسترداي، هقول هي بلايد تنس يسترداي، هي او سوري برضو هو لعب تنس امبارح. خلاص امبارح هو لعب التنس، تمام كده؟ طيب تالت حاجه بقى، لما بيكون حاجه ليها اثر في الحاضر. يعني ايه حاجه ليها اثر في الحاضر؟ يعني مثلا لما اقول ايه؟ والله الدنيا مطرت، ده الارض كلها ميه. طب انا كده عملت ايه؟ انا كده قلت ان الدنيا مطرت، والاثر بتاع ان الدنيا مطرت دوت ان في ميه في الارض. مثال هنا لما اقول it has rained the ground still wet، يعني معناه ان الدنيا لسه مطرة فالارض مازالت او لسه مبلولة. معناه ايه؟ ان الدنيا لسه مطرة، لما هي مطرت الاثر بتاعها ايه على المطر ده؟ ان الارض مبلولة، تمام كده؟ طيب
خلي بالنا كده من short forms، اشكال ممكن تكون شكلها اختصار، بس نخلي بالنا ان الاختصار ده كويس جدا. يعني مثلا هي في الاختصار بتاعها apostrophe في e، ويجي طبعا بعديها ال past participle او ال bb، وهاز الاختصار بتاعها apostrophe s بلس البي بي. خلي بالنا بقى من هاز الابوستروف اس دي، لان احنا عارفين اصلا يا ميس ان الابوستروف اس دي كنا بنحطها لثلاث حاجات. ايه هما الثلاث حاجات دي بقى؟ تعالوا نتفرج يا ميس. الابوستروف اس دي بيكون ليها ثلاث احتمالات. ايه الثلاث احتمالات؟ ممكن تكون اختصار لإز. احنا طول عمرنا عارفين ابوستروف اس اختصار لإز. اه صح، هي ممكن تكون فعلا اختصار لإز، ممكن تكون اختصار لهاز، بس بشرط هاز لازم يجي بعديها الفيرب. فين الفيرب؟ يعني لازم يجي بعديها فعل. الفعل ده هيكون فين؟ في التصريف التالت. ده كده ده هيكون helping verb. تمام، has هنا has او have بمعنى مساعد، مساعد مش فعل اصلي. تمام، ده كده مساعد، بس قلنا كل زمن ليه مساعد بيساعده، زمن ليه مساعد بيساعده. تمام، طيب وممكن apostrophe s دي كنا بنستخدمها في البوسيسيف اللي هي الملكية. ازاي؟ يعني مثلا لما اقول كده امثلة احمد باج، شنطة احمد، انا عملت ايه؟ حطيت الابوستروف اس دي لاحمد عشان ابين ان هي الشنطة دي ملك احمد. تمام كده، يبقى دي كده الابوستروف اس هنا دي كده ايه؟ دي كده بوسيسيف. تمام، طيب ملكية. طب هنا لما اقول شي ابوستروف اس، انا مش عارفة دي از ولا هاز ولا ملكية ولا ايه، دان ذا هوم ورك، بيقول لي دان. دان دي زمن ايه؟ دي ده فيرب، ده انه تصريف اول ولا تاني ولا تالت؟ دان مفروض ان كان اصله دو، صح؟ تمام، هو كان اصله دو او داز عامه، ودو او داز الماضي بتاعهم ايه؟ بتاع الماضي بتاعهم، والتصريف التاني بتاعهم ند، التصريف التالت بتاع ند يبقى دان. تمام، يبقى دان دي كده التصريف التالت، ابوستروف اس جه بعديها التصريف التالت، يبقى هي مين؟ اختصار لمين؟ اهي اختصار لهاز، يبقى ابوستروف اس دي اختصار لهاز. طيب في هنا بقى لما اقول شي ابوستروف از جود، هي بتكون كويسه. طب هي جا جود دي صفه صح؟ مش فيرب اصلا، مش فيرب خالص، مش فيرب ولا حتى يعني ولا فيرب ولا باست بارتيسيبل، ما خلاص هو مش فيرب، يبقى هتكون مين؟ هتكون كده اللي هي الفيرب تو بي اللي هما كانوا ام ايز وار، هتبقى بمعنى هنا ايز. تمام كده، طيب نكمل بقى. دي كانت شورت نوت كده بس كانت مهمه بصراحه. طيب لما اقول اي هاف eat ولا ate ولا eaten the lunch، طبعا في have فاكيد اختار الزمن في البي بي فهيكون eaten. طيب she has done ولا have done ولا has doing homework، نفكر كده شوية. اول حاجة هي she اصلا بيجي معها has او بيجي معها has، طب نشوف كده بقى الاختيارات. she بيجي معها have؟ لا اصلا she ما بيجيش معها have، مفروض ان احنا عارفين مين صحاب have ومين صحاب has. مين هما؟ والله have صحابها ال i وال we وال you وال they، ولو احط اي كلمة جمع تبقى صاحبة have. طب has اللي هي وال she وال it واي كلمة مفرد بتيجي معها has. طيب يبقى مش هينفع اقول she have، مش هينفع اقول she have done. طيب ينفع اقول has doing؟ يعني ايه has doing؟ زي has و ing، احنا قلنا has وال past participle او has وال bb، فدي كمان كده غلط. فمين بقى الصح؟ نشوف نتأكد ان دي بقى الصح. هي المتبقية إيه؟ she has، هي she ما has او تي ما has، و has بعدها past participle او، يبقى كده صح، يبقى دي كده الاختيار بتاعي صح. تمام، طيب يا ميس حضرتك قلت لنا ان انا لازم اعرف كل تنس اليوزج، ولازم اعرف الفورم، ولازم اعرف الهيلبنج فيرب، واحنا عرفناهم التلاتة، عرفنا الهيلبنج فيرب اللي هو هاف او هاز اللي لازم يجي بعديه فيرب الباست بارتيسيبل او البي بي، وعرفنا الفورم التكوين بتاعه اللي هو او الفورم، وعرفنا الفورم اللي هو هاف او هاز برضو الباست بارتيسيبل، وعرفنا مين هو اليوزج اللي هو الاستخدام. دلوقتي عايزين نعرف بقى الكيوردز اللي هو رابع حاجه. ايه الكيوردز؟ الكلمات بقى already recently just lately ever never yet since before. already recently just lately ever never yet since before. already معناها بالفعل، already معناها بالفعل. تمام، طيب ال اللي هنا silent، ما بقولش already، بقول already على طول. تمام، already دي معناها بالفعل، ايوه الحاجه دي فعلا بتحصل. حديثا recently، حاجة دي لسه حصلة recently حديثا. just حاجة دي حصلة حالا. lately مؤخرا. ever من قبل، حاجة دي حصلت قبل كده. never معناها أبدا ما حصلش خالص. و yet معناها حتى الآن، الحاجة دي ما حصلتش. yet بتيجي في النفي، يعني دلوقتي أماكنهم بالتفصيل كل واحدة. since معناها منذ، و for معناها لمدة. دي كده أهم keywords بتاعت ال present perfect. طب أماكنهم فين بقى يا ميس؟ دول بيتحطوا فين؟ احنا قبل كده ال present simple قايلين الكلمات بتاعته مكانهم فين. الباست قلنا فين برضو؟
طيب دول بقى والبريزنت كونتينوس. طب دول بقى اللي هو البريزنت بيرفكت، دول الكلمات مكانهم فين؟ خلي بالكوا بقى، لان كل لو حبه كل كلمه من الكلمات وليها مكان خاص بيها. تمام. طيب كلمه شبه كلمه already مكانها فين؟ قالك ان هي بتيجي لازم تيجي في جمله مثبته، لازم تيجي في جمله مثبته اهو كده. لازم تيجي مع جمله مثبته، يا اما تيجي بعد هاز او هاف، يعني المفروض ان هاز او هاف والباست بارتيسيبل قالك لا، بتيجي تفصل ما بين اللي هو البي بي وهاز او هاف، بتفصل ما بينهم وبتقعد في النص، دي اوريدي. تمام. او ممكن تيجي اخر الجمله، يعني مثلا اقول هي هاز اوريدي دان ذا هومورك، او اقول هي هاز دان ذا هومورك اوريدي. تمام. يعني بتيجي في الاخر، يا اما بتيجي تفرق ما بين هاز وما بين او هاز او هاف والبي بي. تمام كده. طب ده بالنسبه لاوريدي، لازم تيجي في جمله مثبته ما تجيش في نفي. طب كلمه ريسنتلي، كلمه ريسنتلي او ليتلي اي حاجه اخرها ال واي كده، فما دام اخرها ال واي فاحنا بنجيبها في اخر الكلام. يعني مثلا اقول it has rained recently، هي لسه الدنيا مطره حديثا. they have come home lately، هما لسه واصلين البيت مؤخرا. تمام. طيب دي كده ما دام اي حاجه اخرها ال واي نحطها في الاخر. طيب يدي معناها ابدا، يدي معناها ابدا، او حتى لان الحاجه دي ما حصلتش لغايه دلوقتي، بتيجي في النفي، بتيجي في النفي وفي السؤال، ما بتجيش غير في النفي وفي السؤال. تمام. يعني ما ينفعش احطها في جمله مثبته، يعني جمله عاديه ما فيهاش نوت، لا ما ينفعش، لازم احطها يا اما مع نوت يا اما مع السؤال. تمام. طيب مثلا لو قلت she hasn't traveled to Alex yet، انا عملت ايه؟ حطيت هازنت، حطيت نوت، وحطيت يت في الاخر. تمام. هي كده كده هتيجي في الاخر. تمام. بس لازم في وجود نوت يا اما في وجود سؤال. طب لو قلت هاف يو فينيشد يور هومورك يت، هو انت خلصت واجبك؟ حتى لان يعني واجبك لغايه دلوقتي خلص، انا بسال ما دام عملت سؤال، اقول هاف اهو وبعدين البي بي وبعدين يت في الاخر. تمام. هاف يو فينيشد يور ورك يت. طيب ديت بالنسبه بقى لجاست، جست برضو مش بتيجي غير مع الجملة المثبتة، برضو ما بحطهاش مع نفي، بتيجي برضو شبه already، بتفرق ما بين الفعل المساعد اللي هو have he has والverb، يعني قول he has just finished homework. تمام. طيب ever بقى مش بتيجي غير مع السؤال فقط، بس مع السؤال بس، يعني قول have you ever visited England، يعني بصوا بتيجي فين؟ بتيجي كده بعد الضمير، يعني بتيجي قبل الverb، لازم تيجي فين؟ قبل الverb. تمام. طيب بتيجي قبل الفيرب ولازم في سؤال بس، يعني لميس لو هي جملة عادية ما ينفعش احطها، لا مش هينفع احطها. لو هي جملة فيها نفي ما احطهاش، لا برضه ما احطهاش. تمام. طب نيفر بقى مكانها فين؟ نيفر ديت معناها ابدا، ف اوريدي طبيعي ان انا لازم احطها كده في جملة منفية، يبقى اقول نو اي هاف نيفر فيزيتد انجلاند، برضه جت قبل ايه؟ قبل الفيرب. تمام. وجت تفرق ما بين هاف وبين فيزيتد، او جت تفرق ما بين المساعد وما بين البي بي، او اقول I have never visited Paris before، يعني انا ما زرتش باريس قبل كده، انا لم ازورها من قبل. never عامه لما بيكون في before كده، يعني انا ما عملتش الحاجه دي قبل كده، بتكون وهو جايب لي مثلا اختيارات كتير وعايزني اختار مثلا ما بين كذا كلمه، never و ever و just او yet مثلا، فما دام انا لقيت before كده يبقى انا هختار never، يبقى الحاجه دي ما عملتهاش قبل كده. تمام. طيب since اللي معناها منذ، since و for هنزل لهم فيديو ليهم بس بفرق ما بينهم. تمام. طيب since اللي هي مثلا لما اقول they have lived in Alex since 2010، since دي بيجي بعديها وقت. تمام. بيجي بعديها الوقت، وبرضو هشرح بالتفصيل في فيديو since و for. تمام. طيب for they have lived in Alex for 6 years، دي جه بعديها سنة، فور ما ينفعش يجي بعديها سنة لأن فور بيجي بعديها مدة محددة، لكن سنس دي معناها منذ، بيجي بعديها زمن مفتوح. تمام. لكن فور بيجي بعديها مدة بحدد المدة اللي أنا بقولها. تمام كده. طيب هنيجي بقى ازاي نعمل النيجاتيف، النفي، ازاي ننفي الجملة. والله احنا قلنا النفي دوت باستخدام نوت، ان انا احط نوت صح كده. طيب عشان اقول حاجة دي ما حصلتش، احنا قلنا نوت دي بتروح تمسك مع مين؟ بتمسك مع الهيلبنج فيرب، مع الفعل المساعد. طب مين الفعل المساعد بتاع الجمله بتاع الزمن ده؟ هاف او هاز. تمام. بس كده. فانا هبدا بالسبجكت، اقول هاف هافنت، او اقول هازنت واحط بعديها البي بي. مثلا لو هقول شي هازنت ايتن بيتزا، هي ما اكلتش بيتزا. تمام. طيب لو انا قلت وي هافنت دان ذا هومورك، هي مع ما او هم او نحن ما عملناش الواجب.
تمام كده. عملت ايه؟ حطيت not ل have او حطيت ل has. تمام. طب ال question بقى form تكوين السؤال بيبقى عامل ازاي؟ السؤال لو هكونه بهل، في تكوين السؤال بهل انا ببدأ بايه بقى؟ ببدأ يا اما ب have يا اما ب has، لان ده المساعد بتاع الزمن. وبعدين قلت انت كل مساعد ولازم يكون عنده ضمير، وبعد الضمير بجيب الفعل. تمام. والفعل هنا هيكون بقى في ايه؟ في البي بي التصريف التالت. يعني مثلا لو قلت كده have you repaired your car، هو انت هل صلحت عربيتك وعربيتك اتصلحت؟ طبعا انا هجاوب yes، هتبقى yes طبعا ما دام هبدأ بالمساعد يبقى الاجابة بيس او نو. هجاوب yes وبعدين اعمل سيزر بتاعنا كده، رقم 2 دي اجيبها رقم 1 ورقم 1 دي انزلها رقم 2. تمام. يو هتتحول طبعا لاي، وي هاف هتنزل زي ما هي. تمام. يس اي هاف ريبيرد، ايوه انا صلحت ماي كار، وطبعا يور بتتحول لماي. تمام. لو لقينا ماي تتحول، ما في سؤال واجابه، ماي تتحول يور وير تتحول لماي. تمام. شبه ما اي بتتحول يو. طيب لو هجاوب اقول نو. طيب لو هنقول نو بقى هقول نو ايه؟ هقول نو اي هافنت. ليه نو اي هافنت؟ لان ما ينفعش انزل نو وهاف، لا لازم نو هتيجي معاها نوت. تمام. فهقول نو اي هافنت ريبيرد ماي كور، طبعا برضه روح تحول ايه لماي. طيب دبليو اتش كويتشن بقى سؤال هعمل بعد استفهام، كل انا هعمله هعمل ايه؟ والله كل انا هعمله احط استفهام، وبعد اداه الاستفهام بحط هاف او هاز. ليه بقى هاف او هاز؟ ما بحط المفروض ان كل اداه استفهام ليها مساعد. تمام. مين المساعد بتاع الزمن ده؟ هاف او هاز. وبعدين قلنا كل مساعد هنحط يبقى عنده ضمير، فيجي بعديه ضمير، وبعدين الباست بارتيسيبل او التصريف الثالث للفعل. تمام. طيب ليه التصريف الثالث؟ هو كده كده بيبقى فيرب، بس عشان هاف وهاز بحطه البي بي. تمام. طيب مثلا هنا سؤال، لو قلت وي هاف ستيد ان اليكس فور 5 مانثس، تمام، وعايزني اسال بهاو لونج، يعني ايه هاو لونج؟ كام المده؟ يعني المده اللي انا هقضيها في اليكس قد ايه؟ فالمفروض المده اللي هقضيها والله المده لمده 5 شهور، يبقى المده لمده 5 شهور دي المفروض الاجابه، صح؟ يبقى انا كده مش محتاجه دي الاجابه، فانا مش محتاجه، وعايزني اسال بهاو لونج، فانا هقول كده. تمام. هسال بدات الاستفهام اللي هي هاو لونج. هقول كده كتابة الحمد لله الحمد لله كل شيء. how long هبدأ بعد الاستفهام how long، وبعدين قلنا المساعد اللي هيساعدها مين المساعد؟ اما have يا has، على هختار مين على حسب ايه؟ والله هي كده كده have او has بتلاقيها في الجملة، فتبقى have مكتوبة have. تمام. وبعدين كل مساعد هيبقى عنده ضمير، من الضمير we، we يعني نحن، هنزلها we زي ما هي؟ لا طبعا، هي ينفع اقولك مثلا انا بسال مفروض هو انتم رايحين النادي، فالاجابه هتكون ايوه احنا رايحين النادي، فانا لما هسالها اسال بانتم وانتم هتجاوبوا باحنا. تمام. ما ينفعش اقول هو احنا رايحين النادي فايوه احنا رايحين النادي، طب انا بسال احنا، لا، فانا لما باجي بسال بقول هل انتم رايحين. تمام. اما تنفع اقول هاو لونج، وي دي بتتحول ليو، وي لما بشوفها بحولها ليو معناها انتم، ما هي مش معناها انت وانت بس، لا كمان معناها انتم. هاو لونج هاف يو، والverb اللي هو stayed هو جاهز اساسا، يعني مش محتاجه ان احنا نحوله ولا حاجه، هو جاهز. how long have you stayed in alex، والاجابه هتكون الوقت المده دي، لان دي معناها كم مده. وعامه انا لما بشوف for او since بسال بhow long. تمام. ده يعني بيكون السؤال عليها، دي الاجابه مش محتاجاها. الكلام ده انا اشرحه في التفصيل لما نيجي نوضح الديالوج. تمام. طيب تعالوا بقى نحل شويه حل كده ونشوف فعلا فهمنا ولا فهمناش. انا بس الكوش ولا ما نحله بنحل ري رايت كمان، اللي هو اي حاجات صعبة كده، مش صعبة يعني حرام، هي حاجات حلوة يعني بصراحة. طيب لو قلت كده اول جملة he has done the homework، وبعدين بيقولي حطي زي، طيب احط زي، والله كلها هعمله ان انا هغير الضمير هي، فاحط بدله زي، هحط زي كده، حطينا زي، وبعدين زي يجي بعديها has، لا طبعا زي يجي بعديها have، وبعدين يجي بعديها الفيرب الباست بارتيسيبل او البي بي، او صح كده، يبقى زي هاف دون ذا هوم ورك ومكملها في الاخر. كل احنا عملناه ايه؟ بس حطيت بدل الضمير، ما انا ما ينفعش احط ضميرين مع بعض، ما ينفعش احط هي وزي مع بعض، ازاي احط تو برونز مع بعض؟ ازاي؟ غلط. فانا هحط هي زي هو عايزني اعمل ري رايت في ان انا احط زي، فشلت هي وحطيت بدلها زي. شفت مين اللي بيناسب زي؟ هو مين انت يجي معاكي هاز؟ لا انا بيجي معايا هاف بس، فاقول زي هاف دون ذا هوم ورك. تمام. طيب هو هنا بيخيرني بيقول لي she have played ولا she is played ولا she is playing squash. والله هو مفروض هنا تبقى في حاجة ناقصة كده فيها في الجملة دي،
المفروض هنا كده في كلمة لتلي في الآخر، بس مش عارفة ما كتبتش ليه. تمام، عشان لتلي دي هتدل ان الزمن دوت البريزنت بيرفكت، لان غير كده انا ممكن اقول شي از بلاينج سكواش على طول، انا هي بتكون بتلعب دلوقتي سكواش. تمام، لو مثلا في كلمه ناو الان، تمام انا عرفت منين ده زمن بريزنت بيرفكت؟ والله عرفت ان هو في كلمه لتلي، يبقى انا مش هينفع اختار ابوستروف اس دي معناها از بلاينج، مش هينفع اختارها لان ده بريزنت بيرفكت يعني هاف وهاز والبي بي. تمام، طيب اختار از ولا اختار هاف؟ هختار هاز ولا هاف؟ والله هي شي بيجي مع هاز ولا هاف؟ طب عرفت منين دي هاز؟ يعني ممكن تكون از، لا هو از يجي بعديها بي بي، لا طبعا از يا اما يجي بعديها مثلا اسم او صفه، او يجي لو فيرب هيجي الفيرب في الاي ان جي. تمام، طيب فتبقى هنا هاز بلايد، فطبعا مش هختار هاف لان شي مش بيجي معاها هاف، فدي الوحيده اللي صح هاز بلايد. تمام، طيب لو في هنا no she hasn't drunk milk، no she hasn't drunk milk، وعايزني اسال بهاز، كل اللي هعمله ما دام عايزني اسال بهاز يعني عايزني احط المساعد في الاول، يبقى خلاص نو دي الاجابه انا مش محتاجاها، ما الاجابه بهاز او السؤال لما هعمل سؤال بهاز او هاز بمعنى هل، يبقى الاجابه عنه يا اما بيس يا اما بنو، فانا هشيل نو وفي نفس الوقت هشيل نوت دي لاني مش محتاجاها، ما دام شلت نو هشيل نوت معاها، واقول هاز وبعدين ينزل الضمير، وبعد الضمير هينزل ايه؟ هينزل الفيرب. طب الفيرب ايه؟ احوله ارجعه لاصله؟ لا دي احلى حاجه في البريزنت بيرفكت، انت ما بترجعش اي حاجه، انت بتاخد الفيرب زي ما هو بتحطه قدامك، ما بتتعبش نفسك، يعني عكس الباست سيمبل لما كان يجي didn't مش عارفه كان لازم الفيرب بعديه كان لازم نحوله ونرجعه لاصله في التصريف الاول، كان وجع دماغ شويه، لا دوت بناخده زي ما هو. اقول has she drunk milk كده زي ما هي. طيب اللي وراها بيقول no she has never played volleyball، هي ما لعبتش volleyball قبل كده. تمام، وعايزني احط ever، انا قلت ان ever ورا ما بنجيش غير في السؤال بس، يبقى هو عايزني اعمل سؤال. تمام، هقوم قايله كده يبقى هبدا بهاز، ليه بدات بهاز؟ لان هو الهيلبنج فيرب اللي عندي، طبعا يبقى هشيل no مش محتاجاه، هاز وبعدين نزل الضمير اللي هو she. ليه كده بتعمل معايا كده؟ القلم بيخضرني زي كل مره. ماشي ما علينا، هنعديها. has she، طبعا الضمير اللي هو she has she، بعدين احط never، لا انا خلاص never دي مش بتيجي اصلا في السؤال ابدا، بتيجي في ماشي بتيجي مع no، بتيجي في جملة انا بن فيها. تمام، طيب هو عايزني احط ever، يبقى اقول has she ever، لان انا بجيبها قبل ما احط الverb. تمام، وبعد الفاعل has she ever، بعدين الverb عندنا اللي هو played فنزله، بعدين انزل volleyball، الاجابة طبعا بتكون هي اليس او النو اللي عندي، وبنزل باقي الكلام. تمام، بس نيفر ما ينفعش انزلها في السؤال، هو ما ينفعش اقول نيفر ايفر، ده انا عك السنين ده. طيب ما علينا، هنا لما اقول هاف يو ايفر بين تو ايطالي، ايه هاف يو ايفر بين تو ايطالي دي؟ يعني هو انت وصلت ايطاليا؟ عايزني اقول نيفر. تمام، يبقى هقول اكيد نو no. يعني حاجه نفي. تمام، طيب عايزين بس نفرق كمان ما بين حاجه، ما بين بين ما بين جن. تمام، ايه بين وجن دي؟ خلينا متفقين كده او بنفرق ما بين حاجتين، اللي هي بنفرق ما بين بين وجن. ايه الفرق ما بين بين وجن؟ بين معناها ان الشخص ده ذهب ورجع، يعني روح المكان دوت ورجع منه. يعني انا لما قلت هنا في الجملة دي have you ever been to Italy، هو انت روحت ايطاليا؟ هو انت روحت ورجعت من ايطاليا؟ تمام، روحت ورجعت. لكن لو قلت جن يبقى انا كده بقولك هو انت روحت بس لسه مرجعتش. تمام، يبقى بين روح ورجع، لكن جن روح ولسه مرجعش. تمام كده، دي كده يعني very important note. تمام، يعني مهمة جدا. سوري الموبايل عمال يعمل حاجات غريبة، بس يعني انا ظبطته كده خلاص. تمام، هنا اقول ايه بقى؟ عايزني اقول never فاقول no، نو no. اي طبعا اعمل سيزر كده، يو تتحول لاي والهاف تنزل، نو اي هافنت، او بلاش هافنت لاني هنزل نيفر بقى، فاقول نو اي هاف نيفر بين تو ايطالي. اذا انت ما نزلتيش ايفر، هو انا ينفع انزل ايفر يا جماعه مع نو؟ ايوه سامعاك اكيد بتقول لا. طيب تمام، فيبقى نو اي هاف نيفر بين تو ايطالي، هاف نيفر. تمام، مش هينفع احط ايفر. تمام كده، طيب لو قلت I haven't climbed a mountain، أنا ما تسلقتش الماونتن. تمام، وهو عايز never، عايزني أحط never. طب والله أما أنا بصل الجملة كده I haven't، يعني هي النقطة دي بتساوي never، ينفع أقول I haven't never؟ يبقى أنا كده بنفي مرتين؟ لا ليه يعني في مرتين ليه يعني؟
هو حبر وخلاص ولا ايه ده؟ طيب اقول I haven't, I have, بس انا هنفي مرتين واوقع حبر عادي. I have وبعدين احط never, I have never, تمام نط خلاص مش محتاجاها, واحط climate كده, climate a mountain, تمام. طيب اللي وراها بتقول it's my first visit to the pyramid, it's my first visit to the pyramid, اول زيارة ليا للأهرامات. عايزني احط never, هعمل ايه بقى؟ يعني معناها بيقول ان دي اول مرة ازور فيها الأهرامات. يعني هي لو قلت انا عمري ما زرت الأهرامات قبل كده, هو عايزني اقول never, تمام. انا عايز اعمل جملة دلوقتي, انا ما زرتش الأهرامات قبل كده خالص ولا مرة لانها دي اول زيارة. فاقول ايه بقى؟ هقول كده مش دي my, فاحولها I, وبعدين I تيجي مع have ولا has, have, I have, وبعدين never تنزل, never visited. فين الفيرب؟ والله الفيرب اللي هو visit, تمام. انا هنزله visit زي ما هو, لا انت قلتي have او has يجي بعديها past participle. فقول I have never visited the pyramid, وحط في الاخر كلمة before, يعني ما زرتهاش قبل كده, ما لقيت كلمة it's my first كده, يبقى انا هشيلها ما دام عايز نيفر, احط نيفر وهحط في الاخر بيفور, تمام كده. طيب لو بقول بقى we have just seen the film, يعني احنا لسه شايفين الفيلم حالا, هو عايزني احط كلمه بيفور. والله ما دام عايزني احط كلمه بيفور يعني عايزني انفي, تمام, ان احنا يعني انفي, يبقى هقول انا ما شفتش الفيلم قبل كده, ما شفتوش خالص. يبقى اقول ايه بقى؟ we انفي يعني حط never, صح, يبقى هي never مرتبطه before, we have never. ينفع احط never just؟ لا الاثنين كلمتين, ما ينفعش احط كلمتين عامه من نفس الزمان كده مع بعض, عامه او زمن مختلف, ما ينفعش احط كلمتين مع بعض كده, never just حالا وابدا, ازاي مش هينفع. we have never seen, انزل طبعا seen لان have بيجي بعديها كده كده الباست اللي هو past participle اللي هو البي بي, the film, بعد كده احط كلمة before في الاخر. يبقى كده before مرتبطة بكلمة never, لما اقول حاجة دي ما شفتهاش قبل كده خالص ولا مرة, يبقى دي كده بحط never ومعاها before, تمام كده. هنشرح بقى ده كده present perfect يعني بأسهل طريقة ممكنة. هنتكلم بقى دلوقتي عن passive. passive بقى بتاع present perfect tense بيتكون من ايه؟ والله احنا قلنا اول حاجه ان احنا نبدا بالاوبجكت, الاوبجكت اللي هو المفعول هنبدا بيه فعلا, هنبدا بالاوبجكت وبعد كده مين المساعدين بتوع الزمن اللي هم هاف او هاز هننزل بيهم, وبعدين هاف وهاز قلنا ان هو لازم يجي بعديهم البي بي, تمام, اللي هو الباست بارتيسيبل. فقال لك ان هو يجي بعديها كده كلمه بين, هي ما بتبقاش مكتوبه في الجمله, احنا اللي بنجيبها. هاف وهاز كده كده هيبقى مكتوبين, بين مش هتلاقيها, انت اللي هتنزليها من عندك, انت او انت اللي هتنزلوها من عندك, تمام. طيب وبعدين البي بي بقى اللي هو ايه؟ التصريف الثالث. يعني مثلا لو لقينا كده they have cleaned the room, هما نظفوا الأوضة, هما لسه منظفين الأوضة, they have cleaned the room, تمام. وعايزني أخليها passive يعني أبدأ بمين؟ بالobject, ده كده subject, ده الhelping verb المساعد, ده الverb ذات نفسه اللي هو الأساسي الفعل الأساسي, وthe room دوت اللي هو الobject, تمام. طيب هو عايزني بقى أبدأ بمين؟ بالobject اللي هو the room. The room الغرفة مالها بقى؟ هنزل have او has على حسب ده مفرد ولا جمع, مفرد ده ولا جمع؟ ده مفرد, يبقى هبدأ يجي مع مين؟ has. The room has, has ايه بقى؟ والله انت بتقولتي هنزل بين من عندي, نزلت بين من عندي, انا ليه نزلت بين؟ عشان عرفت ان ده من present perfect, عشان have او has والبي بي اهو, تمام. The room has been, وبعدين احط الفيرب اللي عندي في البي بي, هو اصلا في البي بي لان هو كده كده كان فيه have, been, cleaned. وممكن اقول يعني الغرفة نظيفت خلاص, وممكن اقول باي, احط كلمة باي وزي دي اجيب ضمير الملكية بتاعها فتبقى زير, ممكن اقول باي زير وممكن ما اقولش, يعني دي كده مفتوحة, تمام. بس المهم the room has been cleaned, ده كده الباسف بتاع ال present perfect tense. اعتقد انه مفهوش اي حاجة خالص. طب نلقي نظرة سريعة كده عليه تاني, اهم الحاجات اللي احنا قلناها فيه اللي هو present perfect tense اللي احنا قلنا عليه, الفورم بتاع التكوين have و has والبي بي اللي هو past participle tense, وقلنا بيتكون من have و has, طبعا عرفنا مين صحاب have ومين صحاب have, صحاب have اللي هم I, we, you وزي واي كلمة جامعة, صحاب has اللي هي وشي وقلت واي كلمة مفرد, تمام, ده التكوين بتاعه. وقلنا
الاستخدام بقى، الاستخدام امتى؟ قلنا لما بيدل على كلمة لسه، الحاجة دي لما تكون لسه خالصة فانا بستخدمه مضارع تام، ولا منه دلوقتي ولا منه حاجة في الماضي. طب لما يكون في حدث بدأ في الماضي وحاجة والحدث ده لسه موجود لغاية دلوقتي برضو يعتبر present perfect. لما يكون حاجة ليها أثر في الحاضر دلوقتي، حاجة حصلت قبل كده بس ليها أثر، الأثر بتاعها لسه موجود شايفينه، فيعتبر present perfect برضو. لما اتكلم عن حدث وما حددش الزمن بتاعه، لو حددت الزمن حددت الزمن، قلت yesterday، قلت last ago، قلت last year، yes last month، يبقى انا كده بحدد الزمن. لو حددته يبقى ده كده زمن الباست سيمبل. لو ما حددتش الزمن وسبتها مفتوحه يبقى ده كده البريزنت بيرفكت. تمام. طيب عشان ايه ما نتلخبطش بينهم الاثنين، وبعد كده قلت لك خلي بالك كده، لان هاف بيجي بعديها اللي هي اختصار بتاع هاف ايه، واختصار هاز اللي هو ابوستروف اس، قلت خلي بالك من ابوستروف اس دي لان ليها مع كذا معنى تاني، بس لو لقيت وراها البي بي يبقى ده خلاص كده ده كده البريزنت بيرفكت. تمام. وبعد كده اتكلمت الكي ووردز اللي هما اوريدي، ريسنتلي، جاست، ليتلي، ever، never، yet، since، or for، وقلت فين اماكنهم. قلت ان already تيجي ما بتفرق كده بين has وال has او have والverb في البيبي، بتفرقهم كده بتبعدهم عن بعض وبتقعد هي في النص او بتيجي في الاخر، وبتيجي في جملة مثبتة متجيش في نفي. recently او lately قلنا اي حاجة اخر الواي هنحطها كده في الاخر. تمام. yet اللي هي معناها حتى الان دي الحاجة دي ما اتعملتش، بتيجي مع النفي، بتيجي مع not، او بتيجي في السؤال. تمام. طيب just، وطبعا لو قلت نو بنفي الجملة ممكن اجيبها في الاخر، يت برضو. جاست بتيجي في جملة مثبتة عادية خالص، برضو بتفرق ما بين هاز وهاف والبي بي، هي في شبه ما فرقت هنا كده. وايفر بتيجي مع السؤال بس، ونيفر بتيجي مع اي حاجة فيها نفي. قلنا ان نيفر بتكون مرتبطة بكلمة بيفور، الحاجة دي ما اتعملتش من قبل، لما تفيد ان الحاجة دي ما اتعملتش قبل كده فبقول نيفر، وبيفور بتيجي في الاخر. تمام. بيفور بتيجي في الاخر. وسنس وفور، سنس اللي بيجي معناها منذ، بتيجي بعديها مدة مش متحددة، مدة مفتوحة، ولكن فور معناها المدة وبيجي بعديها مدة احنا محددة لانها. تمام. طيب هنا النفي بتاعها بحط نقط بس، بتبقى يا اما هافنت يا اما هازنت، والسؤال هو هافنت او هازنت، والسؤال طبعا ببدا بالمساعدين الاول اللي هم الهاف او الهاز، والسؤال ببدا احط استفهام بعدين مساعد، وبعدين قلنا كل مساعد وله ضمير، وبعد كده الفيرب اللي هيكون في البي بي بس. وبعد كده اخذنا شويه حل وحلينا، اتمنى ان تكونوا استفدتوا، وأتكون ولو في اي حد وقع منه الزمن يا رب يكون فعلا قدر ان هو يستفاد وقدر ان هو يلمه. لو في اي حد مش فاهم اي حاجه ممكن يدخل يسالني عادي، مفيش اي مشكله. هبقى اسيب لكم لينك الانستجرام تحت، ادخلوا بقى اعملوا فولو كده، وبس اتمنى بقى منكم تكونوا استفدتوا. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب في القناه، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وباي باي.